تقرير لوكالة الأناضول منشور في 23 من يونيو حزيران من العام 2021 بعنوان التحول نحو الطاقة المتجددة، هل يكسب المغرب الرهان؟ عاد النقاش إلى الواجهة مجدداً في المغرب حول خطة الحكومة لإيجاد مصادر بديلة لتغطية حاجات البلاد من الطاقة، خاصة أن العاهل المغربي انتقد قبل أشهر تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة. وخلال الشهور الماضية سجل المنتدى الاقتصادي العالمي تراجعاً طفيفاً في أداء المغرب في التحول الفعال بمجال الطاقة المتجددة. يسعى المغرب إلى كسب الرهان في مجال الطاقات للتقليل من اعتماده على النفط المستورد بنسبة 94%، لذلك يقود خطة بهذا المجال. في 23 من أكتوبر تشرين الأول 2020 انتقد الملك محمد السادس تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة الذي يهدف إلى إيجاد مصادر طاقة بديلة لتغطية حاجات البلاد. يراهن المغرب على الطاقة المتجددة لتقليل تبعياته للخارج في الطاقة، خاصة أن فاتورة الإنفاق الحكومي تفوق 100 مليار درهم سنوياً حسب بيانات رسمية. تبلغ القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة حالياً 3700 ميجاوات، وتمثل حوالي 35% من القدرة الكهربائية المنجزة، وبلغت مساهمتها في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية حوالي 20%. سجل المنتدى الاقتصادي العالمي في 21 من إبريل نيسان الماضي تراجعاً طفيفاً للمغرب في الأداء، على الرغم من حلوله في المرتبة الثالثة عربياً بعد قطر والإمارات بتعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة للعام 2021. ذكر المنتدى في تقريره السنوي أن المغرب جاء في المرتبة 66 عالمياً، وأن التحدي الرئيسي أمامه هو تحول الطاقة الذي يتمثل في معالجة الطلب المتزايد عليها ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يقول رشيد أوراز الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات إن الالتزام بمواجهة التغير المناخي يعد خياراً استراتيجياً لكل دول العالم، وأن المغرب باعتباره أحد البلدان التي نظمت المؤتمر 22 للأمم المتحدة حول المناخ ملتزم في هذا الإطار. وفي إطار التزامه باتفاقية باريس للمناخ حدد المغرب مساهمته المحددة وطنياً بخفض انبعاثات الغاز الدفيئة بنسبة 42% بحلول العام 2030. سياقاً، هناك هدفان استراتيجيان للمغرب بالتزامه بالطاقة المتجددة، أولهما الالتزام بكل ما تم القيام به على الصعيد الدولي في مجال محاربة التغير المناخي، والثاني توفير موارد طاقة بديلة، خاصة أن التبعية في الطاقة للخارج وصلت في سنوات ماضية إلى أكثر من 94%، إضافة إلى مشكلة لا يمكن أن يتجاوزها هي أن التكنولوجيا المستحدثة في مجال استعمال الطاقات المتجددة سريعة التطور، استظهر تقنيات جديدة في كل عام، وعليها ليس أمام المغرب خيار آخر سوى الاستثمار بشكل أكبر، فكلما انخفضت الكلفة الإجمالية لاستغلال الموارد الطبيعية سيكون المغرب قادراً على توفير مزيد من الطاقة التي ينتجها بكلفة أقل، علماً أن كلفة الطاقات المتجددة في المرحلة الراهنة لا تزال مرتفعة.